أنا أذكر من القصص سمعتها قديما لكنها والله مفيدة. يذكرون أحد الأثرياء يملك قصورا ومزارع وأشياء من هذا القبيل، ثري جدا، لكنه في صحته عليل ولا يأكل إلا أشياء محددة له جدا، ومزارعه مليئة بالثمار الطيبة ما يستطيع أن يأكل منها شيئا. فمرة على شرفة في قصر له مطل على بستانه، ينظر إلى أحد عماله في مزرعته، والعامل ربما يغبطه على هذه القصور والمزارع، فرأى أحد عماله في مزرعته في الصباح الباكر جاء بزبدية لبن كبيرة وقطعة من الخبز أيضا كبيرة، وجلس يعمل حتى السابعة أو السابعة والنصف، ثم استراح قليلا وأخذ هذا الخبز يغمسه في هذا اللبن، ثم شرب الزبدية كاملة. هذا ما يستطيع يفعل ولا قليل من هذا، أكله محدد بأشياء معينة له ما يستطيع. فكان ينظر إليه ويقول لو يعطيني صحته أعطيه ملكي كله. وهذا تجده نفسه أيضا يغبط. فالحاصل أن الإنسان ينبغي أن يذكر نعمة الله عليه، يذكر نعمة الله عليه، وينظر دائما إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، لأن نظره إلى من فوقه يجعله يزدر النعمة، بينما نظره إلى من هو دونه يجعله يستحضر النعمة ويشكر المنعم.